اوجعني عيوني من الكمبيوتر. من ايش؟ اوكي. وجعنك عيونك من ايش؟ من كمبيوتر. اكيد. حدد 3 شهور يا ابو زيد. الله جلسة الصبح ما مثله. ذكر انت ذا امي اذا روقت قامت الصبح شوف لما فجرية. قبل فجرية كذا ابو ساعة وتنام. يا قلبي. فاذا روقت الوالدة قعدنا وزانت السواليف وزينت لنا فطير يحب قلبك. شو تزين امي بالعادة؟ نواشف. نواشف ولا فول؟ الفول. شاهي والتكية. شاهي ذا شيء لابد منه. كم ساعة الحين؟ عشان أضبط لك التوقيت المناسب حق الجلسة هذه. الساعة الحين 6:30. لا شوف الحين 6:30 الحين مشوا حقين المدارس. 7 تضبط الجلسة راحة وكل المدارس. نو. تقعد الأم تفطر مع اللي غايب الحين. ولا بواحد غايب. يشوفون التلفزيون. بعدين الأم تخانق الغايب. تقول ليه ما داومت ما دام انك قاعد وتتمشى كذا؟ ايه حلو. بعدين يقول اصلا انا بطني يوجعان بس اني قاعد اتحمل. تروح الام تنام تقوم الساعه 11:30 تسوي الغداء او 11 تلقى الوغد للحين قاعد هذا ما نام. تهزئ شوي بعدين يرجعون اخوانهم من المدرسه. سبحان الله. بعدين يضحك عليهم يقول اصلا انا استانست وقعدت بالصبح. بعدين يجي من بكرة في واجب وينجلد. خلي غيابك ينفعك يا وسخ. ما ادري ليه حقدت عليه. ما داني الغياب انا ما عمري غبت. ابدا. ما اغيب الا. يعني انت سؤال ما تغيب جدات بك ولا يعني الوالد والوالده ما يخلونك؟ اي لا اول حنا مستحيل احد يغيب بالبيت مستحيل. أوه. بعدين صارت خلاص انا ما اقدر اغيب. فلت الامور. الجيل التالي هذا لا هذه خلاص يغيب. أنا أذكر من أول أبوي أقعد عرج عنده طبعا كذا بس تعرف أنت وقت خلاص الصملة أصمت أقعد عرج عنده عرج ما أدش دخل بطني برجلي بس المهم أنه أوصل لفكرة أنه تعرج لأن بطنك يوجعك. عندك اضطراب في الأحاسيس. المهم مستحيل تغيب. ما تغيب إلا بنقالة. اذكر عاد يوم انا بمتوسطه كانت المدرسه قريبه فالعب على الوكيل ومن يقول لي خلاص يقول لي دق على ابوك. ما ادق على ابوي بتعبان ما ادري ايش. يقول خلاص شوي وجاي. قلت له لا تجيني. قال لا تطلع الا انا جايك. سامي واكلم الوكيل. انا ما كذبت فعلا ابوي سمح لي اني اطلع بس لازم يجيني. بس ما اقول له انه لازم يجيني. طق رجليه هم ينها من أبوي. وش مطلعك؟ أنا ما ودي أجيك إلا بعد الظهر. وشو اللي تطلع؟ يا ويسي غير الظهر غير التعب تلقاك تنجلد. يا الله اللي أبوي ما هو بيجلد. أبوي بس صوت خلاص بس أمي. أمي متى جزاها الله خير. الله يسعدها. أذكر موقف كنت بمدرسة كسرت رجلي. إيه؟ من بكرة بداومت بالجبس بالعكازات. ما احضر الطابور الصباح اجي مع مدرسين باب مدرسين. ايه بنفس اليوم اللي انكسرت برجلي اخوي بندر كان جالس باخر الفصل تحت المكيف. اخوك بندر الفله ذا اللي ذاك اليوم لا لا لك خالد الثاني. بندر. ايه اسلم. بندر جالس باخر الفصل وفوقه مكيف. هلا. انفك شبكه مكيف وطاح على راسه. اوح الشبك وفج الحوادث. فقع راسه ويخيطونه غرز. الموقف مو هنا. الموقف يوم داومنا من بكره انا بعكازات وبندر جنبي ماسكن الكتب حقته والكتب حقاتي. انا بتخيل شكلي بعكازات وجبس لين الركبه وانا ماسك الراس وبندر شبك هذا تعرف اذا خيطوك بغرز وحطوا هذا وحطوا الشبك من فوقه ماشيين اللي جنب مرشد يوم رانا كذا قال سلامات ايش فيكم؟ قلت انا رجلي مكسوره. قال بندر ايش فيك؟ قطعي على شبك مكيف. قال امشي امشي الله ايش فيكم؟ مش العائلة كلهم صحيح. يوم تعديت قلت بندر ما تحس انه اهانة انا شوي؟ امشي امشي يا وجه. والله حسيت انه داخلين مستشفى مو مدرسة. امه
لا عاد وافقت اخوك وانت يا لا وما ما ذلك ما نغيب والله صدق من اول كان الغياب تحس انك اذا غبت تحس انك مسوي انجاز انا ذاك اليوم اللي اغيب من شده الطنخه ما انام طول اليوم غايب يا رجل وناسه غايب إيه والصبح يصير له لذه تجيبون افلام كرتون الساعه 9 مدري 10 وكذا لا ولحالك اخوانك بحوالك ما حد يشغلك تمسك الريموت واحد يصيح عليك لا تقلب اقلب حط شل ابدا طيب تحط اللي انت تبي تاكل اللي انت تبي تاكل الصبح قشطه فراوله تتنقل بين الازهار عايش حياتك يا قد ما قشطه فراوله لما انا صغير كنت اقول متى بس يجي اليوم اللي استقل ببيتي لحالي ابي اعيش حياتي انبسط يعني متخيل اني خلاص ببيتي لحالي يعني افتح الثلاجه مليانه القى الاكل مطبوخ زي ما ببيتنا يعني يا قلبي ام رحت للرياض قلت لا عادت ما شاء الله عليك يا اخي انا ما اصبر الظاهر اني اقدر حالي كذا والله هو بالبدايه ما صبرت بس عاد صبرت ما شاء الله عليك اصبر علي اكل لا شوف انا اخترت الرياض عنوه دائما عشان انت تطور من شخصيتك تطور من مهاراتك لازم انك انت اول شيء تجرب لازم انك تبعد عن المحيط اللي انت تعيش فيه هنا بتكسب انت مهارات بتكسب اشياء كذا تطور فيها شخصيتك عبد الله قبل ثلاث سنين بعد ما تخرج غير عبد الله الان عبد الله قبل سنه غير عبد الله الان اكيد اكيد كله من خلال السلام يلا حيهم يا ولد شو تسوون انتم مباحث رياضة يا من الأيام يجيك انتداب ولا شيء شهرين ثلاثة أروح عندي يجيني دورات وانتدابات دورة أسبوع للشرقية يا ولد قد أسبوع خلاص يضيق صدري إيه شوف أسبوع ما استقريت استقر يختلف بعدين يعني الحمد لله يا لك الحمد شيء أحسن من لا شيء يعني أنا جيتني وظيفة بالشرقية والله عرض حلو يعني منافس لوظيفتي الحالية بس ما رحت ليش؟ الرياض أقرب هذه حالة تعصى 300 كيلو ثلاث ساعات أربع ساعات ما إيه. أوصل أقرب لك صح؟ إيه. والله بس يا زين الشرقية أول إيه أنا شوف لو في مكان بستقر به غير الرياض وحايل أنا ساكن بالرياض أنا وأهلي بس لو في مكان ثاني حايل المكان الثالث بكل تأكيد الخبر يا أخي ديرة شرحة تفتح الناس والله جبيل شوف جبيل ما فيها يعني متنزهة مو متنزهات ما فيها زي الخبر كتطور حضاري زي كذا لكن الجبيل يا فيها راحة نفسية ما أدري أنا ما أنبسط إلا إذا جيت الخبر جبيل صناعية طبعا مو جبيل عادية ازهى الموضوع والله ما قلبها ترى حط الشاي عليها يمكن احترقت سوي شاي يا أبو قم بس مكان